ادوار جاء لمعاينه مباراه المغرب الفاسي والكوكب المراكشي والتي ادارها الحكم السيد رشاش الذي تساهل في العديد من التدخلات القويه في هذه المباراه من كلا الطرفين. فكما سيتضح من خلال هذا الملخص فرص نادي ريد تسجيل، وهذه احسن بالنسبه للفريق المغربي الفاسي بواسطه اللاعب الخطاري. قله الهجومات كثره الاخطاء هي السمه البارزه في هذه المباراه التي انتهى شوطها الاول بصفر لمثله. مع بدايه الجوله الثانيه هنا قد فليل الزبدي في يد الحارس عبد الاله باقي حارس مرمى فريق المغرب الفاسي. لاحظوا هذه التدخلات الخشنه والتي تعامل معها بتساهل كبير الحكم السيد رشاش. مع توليد الدقائق حاول فريق المغرب الفاسي الوصول لمرمى فريق الكوكب المراكشي. وعلى بعد 14 دقيقة من نهاية المباراة قذفت القيصر رد بال الحارس الفاسي باقي، الكرة تصل لرجل الزبدي وهدف الفوز في المباراة لفائدة فريق الكوكب المراكشي. ما تبقى من دقائق هذه المباراة عرف اندفاعا كبيرا لفريق المغرب الفاسي لكن بدون تركيز. المباراة عرفت تسجيل حالة طرد في صفوف فريق الكوكب المراكشي، هذا النقص العددي لم يستغل جيدا من طرف فريق المغرب الفاسي. إذا هذه المباراة ذات المستوى المتوسط من الناحية التقنية انتهت بفوز الفريق الزائر الكوكب بإصابة واحدة لا صفر. مباراة أخرى انتهت بهدف